بخصوص المرافعة دي اليوم تخصصت الرد ديال النيابة العامة على الدفوع اللي سبق تقدم بها المتهم توفيق بوعشرين، فنعتقد بأنه المرافعة كانت يعني جامعة مانعة تم فيها الرد على جميع النقاط اللي جاءت في القاء يعني التقرير ديال الرأي الاستشاري، وانا اللي كنت نتمنى انه يكون احد اعضاء هذا الفريق باش يسمع الحقيقة من الطرفين معا، لانه اليوم كنسمعوا الحقيقة من الطرف الاخر الذي غيب في الملف، يعني تم فيه الاستماع لجهة واحدة وبناء على الادعاءات اللي لم يتم تمحيصها، ولكن اليوم تيبان من خلال تتبع ومناقشة كل النقاط التي تم اعتمادها من طرف هذا الرئيس الاستشاري، وكل نقطة نقطة يتم الرد عليها باعتباره دليل، لأنه في جميع الأحوال هذه وثيقة تم التقدم بها. وأهم ما يمكن يعني أن يلاحظ على التقرير هو أنه برأي محرريه أنهم لا يعتبرون الجهة القضائية، وإنما نتكلم على أنها الرأي الاستشاري والجهة التي أصدرته ليست جهة قضائية، لا يمكن أن نعتمد هذه الوثيقة للقول برفع حالة الاعتقال من عدمها، لذلك رفع حالة الاعتقال من عدمها هو من اختصاصات ومن صميم اختصاصات القضاء، واختصاصات القضاء الوطني كما يعني تشير إلى ذلك المواثيق الدولية، لذلك اليوم هذا التقرير كوثيقة من ضمن وثائق الملف التي تم الإدلاء بها من طرف النيابة العامة، يعني هي كانت موضوع رد من طرف دفاع الطرف المدني اللي أكدوا على أساس انه لم يستشاروا ولم يستمع اليهم، فكان جوابهم عليها، واليوم كنسمعوا راي النيابه العامه التي اجابت عن كل النقاط التي تم يعني تغليط يعني الفريق ديال العمل ديال الامم المتحده من طرف جهات مجهوله، لانه في جميع الاحوال يعني الرئيس الاستشاري بني على مصدر مجهول، وهذا المصدر المجهول لم يكن امينا في نقل حقائق هذا الملف. هذا هو